وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة الرشيدية. يعني بعد الفيديو ديال شوف تي في اللي كانت مع السيدة اللي كانت تعرضت للنصب والاحتيال من طرف صديق الزوج نتاعها، يعني دابا حاليا راه الطليق ديالها الحمد لله، يعني لقات يد عون ولو انها كانت معنوية. الحمد لله كنعرفوا بان بنت الجنوب الشرقي انها كتكافح وكتناضل. الحمد لله حاليا درت مشروع ديال الملابس النسائية والاطفال، وكتمنى يد العون من ساكنة الرشيدية. والاسم ديال البوتيك سماتو على الاسم ديال البنية الصغيرة ديالها، بوتيك فرح. نتمنوا لها ان شاء الله الخير ونخليكم معها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم اخوت كديري، لاباس عليكم؟ هنيه واش راكم مبروكه باش بغيتو تمنيتو ان شاء الله بالصحه والهنا والتيسير وطوله العمر. بعد ما داك المشكل اللي وقع ليا ديال النصب اللي تعرضت فيه للنصب انا من طرف الصديق ديال الطليق ديالي، الحمد لله انا واخا دمرت شويه خويا ياسين، انني الحمد لله ما لانه كان القوت الاول ديالي، القوت اليومي ديالي ديال وليداتي، وهذا اللي كنت عايشه منه وعايشين منه حتى واحد العائله. ولكن الحمد لله والشكر لله انه واخا دمرت شويه الحمد لله ما قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. ودابا الحمد لله انا بحكم ديال واحد الصديق ديالي اللي انا كنشكره من هذا المنبر هذا، كنشكره بزاف اللي ساند لي معايا وجرى معايا والله يجازيه بخير. الحمد لله انه انا عاوتاني زاد وقفت على رجليا بعد ما انا كنت دايره في الرشفة برا، انه راه في حكم انه نهار الاول راه ما نكذبش عليك انني راه جاني واحد الخوف وجاتني واحد الدهشه وما عرفتش حتى كيفاش نبيع ولا كيفاش يعني باش غادي نشوفوا مرأة في السوق. ما عرفتش كيفاش دايره في الرشا، يعني امر شويه صعيب. يعني بقيت المهم اليوم على غدا اليوم على غدا، والحمد لله غير واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام انا تعودت على داك الشيء صافي، وعطيت عاوتاني واحد الجهد تبارك الله صافي عليك. انني بحال داك الضعف اللي ضعفيت فيه انني عطيت واحد القوه صافي، وليت كنهز العتيب، وليت كندير السواق، وليت كنخرج، وليت كنمشي في العشيه عاوتاني نجي نفرش عاوتاني في الشارع. وهادي الحمد لله كنشوفوا بهجه راجل ومراه. انا الحمد لله انا كنت راجل ومراه، واخا كانت عندي الطاكسي انا اللي كنت هزه المسؤوليه ديالها، انا اللي كنت كنخلص لاسيرونس ديالها، نخلص هذا لا فيزيت ديالها، اي حاجه المهم وقع شي مشكل فيها انا اللي كنتكلف بها. الحمد لله ما كنتش هزه المسؤوليه ديال داري ديال ولادي، ما الحمد لله ما كنتش كنضعف. شكون اللي دمرت انني ضعفت هي فاش وقع لي المشكل صافي. وقع لي المشكل ما نكذبش عليك انني دمرت بمعنى الكلمة، أنني كنت كنقول لواحد النهار يمكن غادي نوض غادي ننتحر. راه 40 مليون ما ساهلاش أخويا ياسين باش غادي تمشي لك. واحد النهار كنتي أنتيا كتدير واحد كنتي كتعطي كتجي الصباح كتحط الفطور لوليداتك بهذا الزبدة هذه، واحد النهار كينوضوا كيلقاو أتاي والخبز، واخا حمدنا الله وشكرنا عليه، اللهم لك الحمد. صافي أنا وليت كتشوف عائلتك صافي راه كدمر. انا ما بقيتش كناكل، ما بقيتش كنشرب، وليتي كنجري في الزناقي بحال الحمقى. كيفاش القضاء كنقول له انا الا كانت الحقيقه في قاع البحر انا مستعده نجيب هذيك الحقيقه من قاع البحر نجيبها لكم. علاش؟ لانني صافي انا صافي
والحمد لله دابا اللهم لك الحمد انني بعد ما انني درت فراشه والحمد لله وخرجت وكافحت وهذه والحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله مازال القضيه ديالي مازال راه متابعه الحمد لله كنعرفوا بان القضاء الحمد لله وقف معنا اللهم لك الحمد الله يجازيهم بخير الحمد لله رما قال كيعلى ولا يعلى عليه وتا عمر ما كيظلموش راه كيجيو في طريق الحق صحيح الحمد لله اللهم لك الحمد والحمد لله انت كتشوف راني تبارك الله عليك لاله بدايه موفقه ان شاء الله كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في في هذه مباشره من الرشيديه يعني مع الاخت بهيجه اللي كانت في الاول كان عندنا معها الفيديو ديال قصه وعبره ديال النصب والاحتيال اللي كانت تعرضت لها من طرف صديق الزوج نتاعها او الصديق نتاعها حاليا الحمد لله ما يأساتش وقفات الحمد لله عانات تجارات منها رجل ومنها امراه وبقات غاديه لدرجه انها دارت فراشه في الاول مع الرجال سافرات دابا ما خلات ما دارت الحمد لله انها اكتفت بالمسانده ديال واحد الصديق الله كنوجه له التحيه من منبر قناه شوف تي في ولا داعي يعني لذكر الاسم ديالو الجزاء نتاعو عند الله الحمد لله الحمد لله دارت هذا المحل كنتمنى لنا يد العون من ساكنه الرشيديه كنتمنى دعوه زوينه من مشاهدي قناه شوف تي في نتمنوا لك ان شاء الله الخير شنو هي الرساله تبغي تقولي للشباب بغيت نقول للشباب انه لا الشباب ولا العيالات اللي كتقول لك انا ما لقيتش خدمه ولا ما لقيتش باش نوكل ولادي ولا النهار اللي غادي يسالي رزقهم في الدنيا راه كيديهم الله العلي تبارك الله راه ماشي انه تقول لي راه صافي استفنات الدنيا ما كاينش لا هذاك الكلام انا بعدا كنقول غلط صحيح فهمتي عندك وليداتك غادي تنوضي تخدمي عليهم ولو انه تاخذ غير تقيشرات ولو تاخذ غير شي حاجه بسيطه ولو دير غير واحد 100 درهم وغادي تمشي تجيبها غير تخليطها هكا وغادي تحطها يعني بنادم يكافح يعني من الاول يعني راه تكافح من الديبار الاول وراه غادي تمشي على ذاك لان الانسان ما خصوش يكون صافي انا نقول لا صافي انا يا ما بقى لي والو انا ما عندي ما ندير انا صافي ولادي كيموتوا بالجوع انا لا حتى واحد ما خلى الله تبارك الله عليك حتى واحد ما خلى الله النهار اللي كيخليك الله راه كيديك لعندو صحيح صافي كيسالك رزقك الدنيا راه كيديك لعندو صحيح اما باش تكافحي وسميتو والله تعالى كيعاونك علاش لان كتجري في الحلال والله تعالى كيوقف معك تبارك الله عليك اما باش بغيتي واحد الطريق عاوتاني ديال هذه ما كدومش هذاك الشيء انا بعدا غلط انا هذاك الشيء ما عنديش معاه وضد هذيك الفكره تبارك الله عليك انا ضد هذيك الفكره اللي يمشي الانسان يخدمها بالحلال يا ما ارجع ليها انا الحمد لله راه خدمت انا ماشي نقول لك انا كانت عندي هذيك الطوموبيل راه خدمت في الديور خدمت راه عز الله وجهكم انا راه حاشاكم البخرار هو اللي ما سقادليش يمكن كندير ما والله حتى نخدم تبارك الله ولا البنية ولا والله حتى نخدم فيه تبارك الله لان مناش باش كنقول لك انايا من الاول كنت نيت قدوه وراجل تبارك الله بمعنى الكلمه يعني كنت كنتكلف بالطوموبيل ديالي انايا وانا اللي كنت كنخلص الدوانه اللي كنت كنخلص منها وانا اللي كنت كنخلص الكراهه اللي كنت كنكافح نيت انا ما عنديش انا معلم عاد نتسناني يجي يصوب ليا بول لا صوب راسي ولا القاصه خسرات خصني صوب راسي ولا الروبيني طرطق خصني صوب راسي عندي من هادشي باش قلت لك انا راه غير البني ما تبارك الله عليك تبارك الله عليك والمراه راه الحمد لله راه ولات حسن المراه جي فهاد الزمان تبارك الله هذا هو كتربي بينا لا ماشي انا علاش لان راه ولات كتكافح على ماشي دابا المراه راه ولات قضيه لا الحمد لله محاميه ما كتسوقش الطاكسي ما كتسوقش الكير ما كايناش نجاره كاينين شفتهم الحمد لله بحال لولا المراه راه ما نكونوش نرى الحمد لله تبارك الله عليها يعني في شتى المجالات كنقول للعيالات اللي كتقول لك انا راني ما لقيتش خدمه ولا هذه كنقول لك ولو 100 درهم ولو 200 درهم غتهزي غير تقيشرات المهم الملابس الداخليه راه كل الحمد لله كل شيء رخيص وكاينين الناس اللي كيبغيو يدعموا وكاينين الناس الحوانت اللي كيبغي يعاونوك كيشوفوك انك بغيتي تمشي فعلا في الحلال راه كيمشيو معك فعلا داك الطريق ديال الحلال وهذا الحمد لله راه حتى شي حاجه ما يقول الانسان بانه راه ما بقاتش ولا كيما كنغوتو كنقولوا راه خلعت سميتو هذا راه اللي في رزقك راك تاكلو صحيح واللي في رزقك راه تجيك راه يعني ما بقاش نبقى يحمق بنادم راسو لا وهذه انا بعد المهم واخا انني دمرت واحد شويه وقلت صافي فنات سالات
حيت كنت عايشه بواحد الوتيره ورجعت الوتيره اخرى. ونزيدك واحد القضيه، انني ما كنت واحد القضيه ما كنتش كنثق فيها خويا بزاف. شنو هي ملي كيقول لي الانسان انه تقلبت حياتي سفا على عقلي؟ كنت كنقول شكون هي، شكون هي حياتي سفا على عقلي؟ حتى انني جربتها توقع لي هاد المشكل اللي عشتها، عاد كنقول ايوا هادي هي فعلا حياة تقلبات حياتي سفا على عقلي. والحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. وواحد الحاجه فيا النفس ما كنرضاش نقول بنادم عطيني ولا سلفني ولا هذيك هي اللي شويه عندي خاص الحمد لله، ما كنرضاش ما كنرضاش. وقتي انت والحمد لله راك شتي كيعيشه وكيعيشه بنتي والحمد لله عايشين دابا انا وبنيتي والحمد لله ما خاصني حتى خير. تبارك الله عليك. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك، وكنتمنى من الله ومن السكان الرشيديه انهم يعاونوني ويدعموني، وحتى انا هنا معاهم. تبارك الله عليك. فاش ما بغاو حتى انا هنا معاهم. تبارك الله عليك. وشكرا لك. رسالتك واضحه. تبارك الله عليك. رساله الاخت بهيجه اكيده ومؤكده وصريحه للشباب والشابات، ونتمنوا لها ان شاء الله حظ موفق ومسيره موفقه، والمشروع البسيط ولو انه كتشوفه بسيط ولكن انه تبارك الله كبير في عينين البنت الصغيره نتاعها وفي عينين حتى الساكنه ديال الرشيديه. والحمد لله كنعرفوا ساكنه الرشيديه انها كتضامن ما بين بعضياتها، وحتى الحمد لله حتى الشعب المغربي كامل بساكنته بالمواطنين تاعو. تبارك الله عليك، ونتمنوا لك حظ موفق والله يوفقك ان شاء الله في المشروع ديالك. الرسالة تبارك الله عليك أنها كانت واضحة الحمد لله، لا بالنسبة للشباب لا بالنسبة للشابات. تبارك الله عليك وحد موفق ليك. شكرا متابعي قناة شوف تيفي، وإلى بث آخر.